لكن الحاجة الغريبة بقى انه مع دخول الاهلي في سلسلة مباريات قوية ومهمة بنلاقي اجتهادات غريبة جدا وبتحصل خلال هذا التوقيت ومش في وقتها الحقيقة، لانه مجموعة اللاعبين اللي موجودين في نادي الاهلي حاليا هم اللي هيكملوا هذا الموسم. يعني ايه؟ يعني هل في حد هيمشي؟ ما حدش هينفع يمشي يا جماعة، لانه بالعقل كده، بالعقل لما يبقى فاضل لي على الدوري او على نهايه الدوري شهرين كمان، هل من الممكن ان انا اروح ابيع واحد من اللاعبين الكبار اللي عندي؟ غير ان انا عندي بطوله كاس مصر، غير ان انا عندي السوبر الافريقي مع نادي كبير زي نادي الزمالك، هل في حد ممكن يفكر ان هو يبيع لاعبته في وسط هذه المعمعه؟ طيب هل من الممكن ان الاهلي يتعاقد مع لعيبه علشان ما يلعبوش معايا خلال هذه الفتره مثلا؟ هل ده معناه ان محدش هيمشي؟ لا طبعا، هيكون هناك جلسات مطوله ما بين مستر كولر وما بين كابتن خطيب خلال الفتره اللي فاتت، زي ما حضراتكم عارفين قبل ما الكابتن يسافر قعدوا قعده طويله جدا واتفقوا فيها على الخطوط العريضه لما سيحدث خلال الفتره القادمه، مين هيمشي ومين هيقعد وكلام من هذا القبيل. ولكن يعني الراجل لما اتكلم هنا ما اتكلمش في اسماء معينه ولا في اسماء محدده، ولكن هي خريطه عمل او خطه عمل للمرحله القادمه. يعني الاجتهادات على فكره هناك اجتهادات محموده، وانا هنا لا أعقب على اجتهادات الزملاء، كل واحد فينا من حقه ان هو يجتهد، ولكن انا بقول لحضراتكم الحقيقة.